دكتورة جهاد إبراهيم عضو مجلس النواب. مساء الخير. مساء الفل، ازي حضرتك؟ دكتورة جهاد، حضرتك شفتي ياسين قد ايه فرحنا وفعلا قام بدور كلنا كنا مبسوطين لو احنا شايفينه. انا بصراحة ما بطلتش عياط من المشهد اصلا ومن الطاقة اللي وصلتني. حد عنده ايمان بفكرة وعنده بص كل العراقيل والصعاب قدامه بقت ولا شيء، لان انا طول ما انا بحط قدامي هدف وفكرة قدامي انا ما فيش حاجة اسمها مستحيل. يمكن لاني زي ياسين انا من متحدي الاعاقة وعلى كرسي عشت ظروف اصعب بكتير. حتى في مؤتمر من مؤتمرات الشباب قلت للريس كده، قلت له انا مش اتولدت ليدي وهانم، انا اتولدت بنت بسيطة فقيرة بتحدى مرض واعاقة ومجتمع وتهميش مجتمعي. لكن رغم كده انا كانت قدامي صورة زي ما ياسين كان قدامه صورة ان هو حابب يكون حاجة. ان عايزة اقول لحضرتك واقول لكل اللي بيسمعنا ان اتفه شيء ممكن او اتفه اعاقة هي اعاقة الجسد، واصعب اعاقة اعاقة الضمير والقلب، وان يكون عندي حقد وغل وكره. صحيح. وإن عندي تشاؤم واكتئاب ويأس وبشعة طاقة سلبية لكل اللي بيسمعني. أي. لكن لما ربنا بيختبرنا في حاجة في جسدنا ربنا بيعوضنا الف تريليون حاجة. انا فخورة بياسين وفي زي ياسين ملايين من الناس، بس هم حابين حد يضغط على الزر الايجابي. كل واحد فينا عنده نقطة قوة ونقطة ايجابية في حياته او نقطة نور. احنا اللي فينا بنشعل لنقطة النور دي او ان احنا نقفل نقطة النور. عايز اقول لك كل كلامي في المجلس النواب يمكن بقول لهم انا شغلتي تحت القبة ان انا باعثة الامل، ان انا بس طاقة ايجابية، لان العمر بيخلص في لحظة. يعني احنا مش عارفين امتى عمرنا هيخلص، فبدل ما احنا نبث طاقه سلبيه ونقعد نتشائم والبلد رايحه لفين. وعايزه اقول لحضرتك واقول لكل اللي بيسمعنا الرئيس السيسي اسطوره لن يتكرر، لانه فعلا شخص افنى حياته لمصر وافنى روحه من اجل مصر عشان هو عنده رساله. مؤتمر الشباب ده حضرتك يعني احنا ما شفناهوش في دول تانية، وبالكم الشباب 3000 شاب ده في كل بشكل دوري، لانه هو واحد انا ما عنديش حاجه اخبيها على فكره. يعني الرئيس فيما معناه الرساله الصامته او رساله للعالم انا ما عنديش حاجه اخبيها. انا شخص واضح. انا اللي انا البنتي صحه ومقاماتي دايركت، هو ما عندوش حاجه يعني يلا ورقه مكشوف بيتكلم بشفافيه بمصداقيه. واحد نزل لمستوى الشباب يعني نزل من فوق، واللي كل عمرنا طول عمرنا الرئيس ده واو. يعني مين بقى يقرب من الرئيس دلوقتي؟ الرئيس بنساله بنجوه بنكلمه كانه واحد مننا في سننا واقل من سننا كمان، وهو بكل تواضع بكل حب. لانه عايز اقول لك على حاجه، هو مش بيدور على الكرسي، احنا بندور على مصر. مصر اهم. اكيد مصر كل واحد فينا لازم يقول مصر اهم. دور حضرتك خطير ودوري انا كخبير تنميه بشريه خطير او نائبه في البرلمان. كل واحد لو قام بدوره مصر هتبقى اهم. زي ما ياسين شايف ان هو انا دوري ولو فتفوته صغيره هقدر ابني البلد دي. يعني حضرتك عندك روح عالية من الأمل والتفاؤل. تفتكري الشباب بعد ما شافوا ياسين اللي جواه أي تشاؤم أو ضعف ممكن يغير الصورة لنفسه أو يحاول يعمل حاجة؟ 100% الناس استوائية أصلا. كل إنسان، أنا قلت لحضرتك في بداية المكالمة إن كلنا عندنا نوازع للخير أكتر من نوازع الشر. فلما نشوف مصدر ايجابي او صوره نموذج يتكلم عن نفسه، لا اظن ان انا بجد والله العظيم طموحي نوافذ. يعني من الصوره وجسمي اشعر فعلا واحد. لا خلاص انا ما عنديش حاجه، انا عايز اوصل رساله. ضحكته كانت جميله امبارح، يعني وشه كله بعينيه كان بيضحك وفرحان ومبسوط. رساله. وعايز اقول لك حتى نهجان قلبه يمكن كان وطاقته وهو وصل حاجه عمل فيه. عارفه عايزه اقول لك على حاجه، اكثر ناس عندها طاقه ايجابيه واكثر ناس او لو انا عايزه اقول بالمختصر، لو انت عايز تواجه الاكتئاب اعمل حاجه مفيده، اعمل حاجه مفيده لنفسك ولبلدك. اكثر ناس عندهم عرضه للامراض النفسيه انهم الناس اللي حياتهم عايشين على هامش الحياه، ما بيقدموش شيء لنفسهم او لبلدهم. فانا بقول ان هو الطاقه في السعاده برغم كل العراقيل والصعاب والمجهود الرهيب والشاق اللي ممكن واحد عنده كل حاجه ربنا يديله ما يقدرش يعمل ربع اللي هو عمله. بس عايز اقول لك هرمون السعاده بيتفرز لما انت بتعملي حاجه فيها خدمه للاخرين، خدمه لبلدك، خدمه للوطن، خدمه لنفسك، خدمه لحد بتحبيه. وبعدين السنه اللي جايه دلوقتي 2018 ان شاء الله يعني هتبقى عام متحدي الاعاقه. تحدي الاعاقه ده فعايزين نشوف نماذج كتيره ناجحه زي ياسين. هيبقى في نماذج كتير، وخاصه
مجلس النواب، يعني ان شاء الله على بدايه دور الانعقاد الجاي ان شاء الله قانون، مشروع قانون ذوي الاعاقه هيظهر للنور. عايزه اقول لك في كل احلام الاشخاص ذوي الاعاقه، يعني ما فيش فتفوته، اي شخص من في كل حته من مصر بيحلم بحلم اللي هيلاقيه في القانون. واحنا فعلا اشتغلنا شغل جامد، عملنا ورش عمل كتيره جدا وجلسات استماع جدا كتيره على ان احنا نوصل لمسودة القانون ده، وان شاء الله خلال ان شاء الله بدايه دور الانعقاد هيتناقش في الجلسه العامه ويخرج للنور. وعايزه اقول لك فعلا كل واحد فينا عنده طاقه غير محدوده، ما تقولش جسمي ولا رجلي ولا عيني موجوده، مش مهم، المهم ان انا عندي اراده وقلبي ما بيعرفش. اكيد ربنا موجود، وزي ما قلتي ان هو بيعوض، ربنا بيعوض.